بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الحديث. تستعد مملكة البحرين في الأيام القادمة للانتخابات النيابية والبلدية، وفي هذه المناسبة يسعدنا أن نستضيف الأستاذ رضا محمد حبيب المرشح للدائرة السابعة المحافظة الشمالية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. في البداية حبذا لو تعرف المشاهد الكريم بنفسك وتستعرض لنا أهم ما في سيرتك الذاتية. بسم الله الرحمن الرحيم، ابنكم وأخوكم رضا محمد حبيب، مرشح بلدي المحافظة الشمالية الدائرة السابعة، حاصل على بكالوريوس في الإدارة والتسويق، دبلوم الوطنية العليا في الكهرباء والإلكترونيات، دبلوم في إدارة المكاتب. عملت سابقا بشركة سين للاتصالات مديرا لكبار حسابات العملاء لأكثر من 14 سنة، وحاليا لدي عملي الخاص. ما هي أهم إنجازاتك على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي؟ من أهم إنجازاتي أنني كنت مديرا لكبار حسابات العملاء لعدة وزارات كالكهرباء والأشغال والبلديات والصحة والتعليمية، وأيضا كنت مديرا إلى بعض الشركات المتوسطة والصغيرة ومنها الصناديق الخيرية. أيضا ساهمت في عرض برودكت معين، وهذا البرودكت ساهم في توطيد علاقة وقاعدة قوية مع هذه الوزارات والمؤسسات الصغيرة والكبيرة. ومن هذا المنطلق ارتأيت في نفسي التطرق والترشح لعضوية البلدي، كوني كنت خدوما وأحب المساعدة للصناديق وللوزارات الأخرى. ما هو برنامجك الانتخابي؟ أحبتي أهالي الدائرة، أدعوكم للمشاركة بصوتكم العزيز من أجل إيصال من ترونه مناسباً لتقديم الخدمات في دائرتكم ومنطقتكم، فربما تجدون ابنكم خير من يمثلكم في هذا المجلس. ومن هذا المنطلق فأنني أطرح لكم برنامجي الانتخابي الذي يمثل نوعية فريدة من ما سبقني من الأخوة في هذا المجلس، وقد وضعت هذا البرنامج بعد التشاور مع بعض أهالي الدائرة وأصحاب الخبرة الذين زودوني بما يفيدونني في تقديم أفضل الخدمات لهذه الدائرة على النحو التالي. النقطة الأولى وأهمها السعي مع إدارة التخطيط الطبيعي لاعتماد الشوارع التجارية لأهالي الدائرة في جميع المجمعات وبالأخص الطرق الحيوية، وذلك للمساهمة في رفع معاناة الأهالي من التنقل للمناطق المجاورة. السعي مع إدارة التخطيط الطبيعي والجهات الأخرى ذات الاختصاص في توفير الأراضي والمشاريع الاجتماعية والصحية والتعليمية. السعي مع وزارة الأشغال والبلديات والزراعة لاعتماد الدائرة من ضمن الدوائر الخضراء التي تعتمد على سياسة تشجيع الأهالي في غرس الأشجار والنخيل أمام منازلهم ليعطي الطابع الجمالي على الدائرة. تشجيع الهيئات الوطنية على سبيل المثال، تمكين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين والوزارات الأخرى لاستقطاب أبناء الدائرة من الخريجين والمؤهلين في فتح مشاريع تجارية لتوفير فرص عمل لهم. السعي مع الجهات المختصة لمتابعة ما تبقى من نقص في مشروع الصرف الصحي في الدائرة. السعي في إيجاد مواقع شبابية لإعادة اللحمة الوطنية التي تربط أبناء المنطقة لإعادة ما كان عليه الآباء والأجداد من تواصل اجتماعي.
ونقطة الأخيرة حصر المناطق التي تحتاج إلى إنارة الطريق ومن ثم المتابعة في الجهات المعنية لتنفيذ ما هو مطلوب من أجل حماية سالك الطريق وبالأخص النساء الأطفال وكبار السن. هل من كلمة أخيرة للناخبين والمشاهدين؟ قلبي مفتوح لجميع أهالي الدائرة ويسعدني المشاركة بآرائكم واقتراحاتكم التي تساعدني لدفع عجلة التنمية وتطوير دائرتنا. كما وأدعو أهالي الدائرة بالتصويت والمشاركة لمن ترونه الأكفأ والأفضل، سائلاً العلي القدير أن يوفقني لخدمتكم. وفي نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ رضا محمد حبيب على ما تفضلتم به. العفو. ولكم الشكر أعزائنا المشاهدين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بمشيئة الله.